بانطلاق الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية المقررة في الرابع من فيفري، تقترب تونس من تركيز مجالسها المحلية المنتخبة في أول تجربة مهد لها مسار سياسي ودستوري وقانوني وإجرائي انطلق منذ 25 من جويلية 2021، بدءا بالمرسوم 118 مرورا بالاستفتاء ووصولا إلى وضع دستور الجمهورية الثالثة، محطات تشكل مسارا سياسيا لتجسيد تنظيم سياسي وإداري جديد. اعتقادي منذ انطلاق مسار 25 جويلية إلى حد الآن ما زلنا في المرحلة السياسية، وأصبح المناخ السياسي بشكل عام يدفع الرئيس قيس سعيد باتجاه تكريس هذا المسار، بمعنى استكمال المحطات الانتخابية. قمنا بالانتخابات التشريعية ثم انتخابات المجالس المحلية، ما زالت هناك محطات انتخابية أخرى ويكتمل المسار السياسي بشكل عام. هناك مسار آخر اتخذ الشكل القانوني ويتعلق بصلح الجزائي، هذا أيضا بعد مصادقة البرلمان على التغييرات والتحويرات التي تمت في المرسوم. التغيير السياسي اللي صار يوم 25 جويلية بتفعيل الفصل 80 من الدستور، دستور 2014، منذ ذلك الحين عشنا تغيير كامل على المستوى السياسي. يمكن أنه يعني أن نستعير كلمة بين ظفرين ثورة داخل النظام السياسي التونسي الذي تغير جذريا. أعتبر أهم حاجة في إيجابية في مسار 25 جويلية، واللي أنا نعتبرها أهم حاجة في العمل السياسي، استعادة تونس لسيادتها الوطنية. مختلف هذه المحطات السياسية تندرج ضمن تصور جديد قائم على رؤية بديلة للحكم والتنمية، وإن يستعيد الشعب سلطته فإن عددا من المحللين يؤكدون أهمية مشاركة الناخب في الاستحقاقات الانتخابية، وأحدثها انتخابات المجالس المحلية. برنامج رئيس الجمهورية هو يريد من خلال هذه الانتخابات إعادة السلطة إلى الشعب وإعادة تمثيلية الأفراد، وإيجابياتها أنه ما ثماش المال السياسي، ما ثماش اللوبيات، لا أصبح تمارس العملية السياسية عن قرب، وأصبح التونسيون يقاومون منتخب من الذين انتخبوهم عن قرب. ويرى المتابعون للشأن العام أن المسار السياسي لابد أن يرافقه عمل على مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. باعتقادي سيتواصل هذا المسار بانتظار البدء الفعلي في المسار الذي يهم المواطن بشكل أساسي، ألا وهو المسار الاقتصادي ثم المسار الاجتماعي. وباعتقادي أن المسارين مهمين في هذه المرحلة رغم أهمية المسار السياسي. بالنسبة للمسار التشريعي والدستوري، نحن في حاجة إلى ثورة حقيقية في القوانين، خاصة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والبرلمان مدعو إلى التسريع باتخاذ جملة من الإجراءات والتشريعات القانونية التي من شأنها أن تنعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للجميع التونسيين. وباستكمال تنصيب المجالس المحلية، تتجه تونس نحو تكريس نظام الديمقراطية القاعدية من خلال وظيفة تشريعية بغرفتين، ما سيهيئ أرضية بناء الخيارات السياسية الكبرى.